انا مش عارف ازاي ما كنتش واخد بالي من خطر الفسقوليين دول من ساعه ما وعيت على الدنيا، وهم بيمثلوا ان هم ناس محترمين. وقال ايه؟ مفيش فرق بيننا، دول طلعوا ميه من تحت تبن، ده انا اول مره اسمع عنهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بوجوهكم النيره في حلقه جديده من حلقات توجيه العقول. احنا دايما بنسمع كلمات زي احنا وهم، بس احنا مين وهم مين؟ وهل اي حد يقسمنا بالشكل ده هنمشي وراه؟ في الحلقه دي هنجاوب على الاسئله دي تحديدا، والاجابه فعلا مدهشه. في مدرسه اسمها جين اليوت حبت تشرح لطلبه في الصف الثالث الابتدائي مفهوم العنصريه، وده بعد اغتيال مارتن لوثر كينج اللي هو كان احد ابرز رموز حركه الحقوق المدنيه في الولايات المتحده. فجين قسمت الاطفال لمجموعتين، حطت كل الاطفال اللي عينيهم بني في مجموعه، وحطت الاطفال اللي عينيهم زرقاء في مجموعه تانية، وقالت للمجموعتين ان اصحاب العيون الزرقاء افضل واحسن بكتير من اصحاب العيون البني. One day you came to school and you told us that he kicked you. Do you think a blue-eyed father would kick his son? Him. Rex's dad is blue-eyed. He's never kicked him. This is a fact. Blue-eyed people are better than brown-eyed people. وطلبت من اصحاب العيون الزرق ان هم يربطوا شرايط حوالين رقاب اصحاب العيون البني، وده عشان يميزوهم، وبدات تدي اصحاب العيون الزرق مميزات عن اصحابهم اللي عيونهم بني، زي مثلا فسح اطول ووقت لعب اطول، وبدات تقعدهم في اول الفصل عشان يكونوا قريبين منها. وبالنسبه لاصحاب العيون البني منعتهم من اللعب مع اصحابهم اللي عيونهم زرقاء، ومنعتهم من الشرب من نفس الحنفيه، وكانت بتهزقهم كل مره بيخترقوا القواعد اللي هي حطاها. في الاول اصحاب العيون البني كانوا بيعترضوا، ولكن مع تاني يوم مع ضغط جين عليهم وقف وبقوا منزويين على جنب. وفي المقابل اصحاب العيون الزرقاء بداوا يتصرفوا بتكبر وعنجهيه، وبقوا بيعاملوا زمايلهم بطريقه قاسيه، ولما كان في امتحانات كان الاطفال اللي عينيهم زرقاء كان عندهم ثقه اعلى، وفي المقابل اصحاب العيون البني فقدوا كل ثقه في نفسهم ودرجاتهم ساءت بشكل رهيب، وكانوا بيجيبوا درجات وحشه حتى لما يكون الامتحانات سهله. على بدايه الاسبوع اللي بعده جين بدلت الادوار وقالت ان اصحاب العيون البني هم اللي حلوين وممتازين وما حصلوش، وان اصحاب العيون الزرقاء طلعوا وحشين واولاد البطة السوداء. سلوك الأطفال اتعكس تباعا، وبقى المقهورين في الأسبوع اللي قبله متكبرين، واللي كانوا متكبرين بقوا مقهورين، وكأن اللي حصل في الأسبوع اللي قبله اتمسح بأستيكة. التجربة دي وتجارب كتير زيها اتعملت على كبار وصغيرين وحتى رضع. التجارب بتوري إن الناس ممكن تقتنع بتقسيم عشوائي تماما، واللي كان أخويا النهاردة يبقاش أخويا بكرة والعكس. من الرواد في الموضوع ده فرعون، ربنا قال لنا عنه في القرآن وجعل أهلها شيعة، يعني قسمهم لناس حلوين وناس مغضوب عليهم، ولما كان بيقرب مجموعة كانت بتكون سعيدة وكانت بتتصرف بناء على التقسيم الخبيث بتاع فرعون، ولما كان بيبعد مجموعة كانت بتتصرف بذلة. فأول شيء لازم ندركه إن إحنا لو مش واخدين بالنا ممكن حد يجي من بره ويقسمنا على مزاجه، وممكن نقنع نفسنا بالتقسيمات بتاعته، فبدل ما نكون شيء واحد هنكون عربي وعجمي، وبعدين مصري وفلسطيني، وبعدين منوفي وصعيدي، أهلاوي وزملكاوي إلى آخره. العواجيز هم اللي خدوها، والله يا جماعة ملاقي أحسن من النادي ده عشان أشجعه، والله العظيم. والمانجا باظت، المانجا باظت. لما الجيش الإسرائيلي قتل محمد الدرة في سنة 2000 والانتفاضة الثانية بدأت، الدكتور شبلي تلهمي من جامعة ميرلاند في أمريكا طلع في محاضرة عامة وقال على مدى عقود سعينا لتحويل مشكلة فلسطين من مشكلة إسلامية لمشكلة عربية، ومن مشكلة عربية لمشكلة قومية، وجت الانتفاضة وهدمت كل شيء. فلو احنا محددناش احنا مين، حد تاني يحدد لنا. ولو حد قدروا ان هو يكون من المجموعة المميزة، ممكن الشيطان يزين له الوضع بحيث انه يرضى بالظلم، ولكن هيجي يوم وتنقلب فيه الآية ويكون من المغضوب عليهم ويدفع الثمن. ربنا حدد لنا احنا مين في القرآن، فقال لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالأمة بتاعتنا مكونة من كل مسلم في شرق الأرض وغربها، وكل مسلم من وقت سيدنا آدم عليه السلام لغاية يوم الدين، وكل مسلم قصير وطويل وأبيض وأسمر وأصفر وأحمر وحتى لو كان أخضر كمان. ولما نكون من خير أمة أخرجت للناس هنتصرف بناء على كده، ومش هنرضى أن حد يذلنا ولا يقول علينا أن احنا إلا، لأن العزة بتيجي من طاعتنا لربنا وحبنا لأمتنا. في نهاية الحلقة بحب أشكر كل الناس اللي بتستنى الحلقة كل يوم أربع، وخاصة اللي بيتفاعلوا مع التعليقات أسفل الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من القناة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.